بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج اخبارنا اللي بنتابع فيه اهم اخبار نادينا نادي الزمالك العظيم والاخبار المحليه والعالميه. وزي كل يوم وزي ما عودناكم دايما الحلقه بتكون بدايتها باهم العناوين. الذكرى 51 لانتصار اكتوبر المجيد. عبد العزيز قبيل زملكاوي أذل شارون. زي النهاردة الزمالك بطلا للسوبر المصري السعودي. وأخيرا أحمد رزق في ضيافة أخبارنا. أما عن موضوع حالتنا واللي حابين نعرف رأي حضراتكم عنه منتظرين إجاباتكم، هو الذكرى 51 لانتصار أكتوبر المجيد ورسالتك لنجوم الرياضة أبطال الحرب والملاعب. منتظرين آرائكم وتعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا. يا مساء الخير والسعادة على جمهور نادي الزمالك العظيم في مصر والوطن العربي، أحلى وأجمل جمهور في الدنيا، ومفيش أحلى وأجمل وأغلى من اسم مصر أبتدي بيه الحلقة النهاردة. يا اسم مخلوق للخلود، نعيش لمصر ونموت لمصر. مصر مصر تحيا مصر. نبدأ بيها حلقتنا النهاردة، بلدنا ومصرنا الحبيبة. النهاردة الذكرى 51 لانتصار حرب أكتوبر المجيد، الحرب اللي أثبتت للعالم قوة الجيش المصري وقوة الجندي المصري، حرب أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وأكدت للعالم أن المصريين مش بس مش بيسيبوا حقهم، ولكن في 6 ساعات كانت بس كفيلة للجيش المصري عشان يحقق العبور. العبور للقناة والسيطرة على خط بارليف المنيع، اللي إسرائيل في وقتها بالمناسبة قالت ده محتاج قنبلة نووية علشان يتهد. ولكن احنا بدل ما نهده بقنبلة نووية هديناه بشوية مية. والله زي ما بقولك، المصريين قدروا يهدموا أقوى خط دفاع في الدنيا كلها في الوقت ده بالمية. وده اللي أصاب العالم بالذهول، إزاي قدرنا نعمل كل ده بالمية. اليوم ده سنويا في الحقيقة، يعني حياة الأمر بالنسبة لي أنا على المستوى الشخصي بحس فيه بشعور مختلف جدا، بيكون مزاجي رايق. يوم 6 أكتوبر ده بالذات الواحد بيبقى مزاجه رايق قوي، بحس قد إيه إحنا جامدين قوي ونقدر نعمل اي حاجة في الدنيا، وبحس قد ايه كل اعدائنا بيخافوا مننا وبيعملوا لنا الف حساب، واحنا اللي بنرسم الخط والكل بيمشي عليه. نصر اكتوبر كتب تاريخ جديد لمصر والمنطقة باكملها، الوطن العربي والشرق الاوسط، قبل الحرب حاجة وبعد الحرب عزيزي المشاهد حاجة تانية خالص. الحرب خلت مصر بإيدين ولادها ودم ولادها تذل وتكسب وتقهر الدول العسكرية الكبيرة اللي كانت عاملة فيها البعبع في الوقت ده، واللي ما زالت على فكرة الكل بيعمل لها ألف حساب. ولكن ربنا دايما ينصر مصر على كل أعدائها، ويا رب كل أيامنا تكون فرحة وذكريات سعيدة وانتصارات في عهد القيادة السياسية الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل سنة وكل الشعب المصري والعربي وفخامة السيد الرئيس بصحة وخير وسعادة. نسيب حرب أكتوبر ونروح لفريقنا اللي بدأ امبارح الاستعدادات لبطولة السوبر المصري اللي هتتلعب في الإمارات إن شاء الله من يوم 20 أكتوبر الحالي. وفي كل كلامي عن الزمالك عايز أوضح للناس بعض الأمور اللي غايبة عنها. بعض الناس بتقول هو ليه الزمالك فرحان قوي، او ليه جمهور الزمالك فرحان كده بالسوبر الافريقي.
كل دي فرحة؟ هتفضلوا تحتفلوا كتير؟ جمهور الزمالك عمال يحتفل في كل حتة واللعيبة بتحتفل. طيب كلامي للناس دي هقول لهم احنا ليه فرحانين، وفرحانين هنا بنتكلم على بطولة قارية وهي السوبر الافريقي. مكاسب عديدة جدا. اولا فنيا، ثانيا على مستوى الحالة النفسية والثقة، اللعيبة بقت جاهزة بشكل اكبر للموسم الجديد، بقى عندنا تفاؤل اننا هنظهر بشكل افضل من الموسم اللي فات، وده بفضل الفوز بالسوبر الافريقي. طيب ماديا، انا كلمتك هنا ايه نفسيا وفنيا، اكلمك بقى ماديا عشان تاخد الوجبه كومبو لارج. الزمالك حقق مكاسب كتير، سواء بسبب مكافاه الكاف لبطل السوبر او مكافاه هيئه الترفيه، واكيد الفلوس دي هتكون ليها دور الفترة اللي جاية، هنقدر نستغلها أولا تحسين أوضاعنا ماديا وترتيب البيت كده زي ما بنقول. الزمالك قدر ده هنا بقى على المستوى المادي. طيب على مستوى القاري، الزمالك قدر يكسب الغريم التقليدي، وكلنا عارفين المنافسة الخاصة ما بين الزمالك والأهلي. الزمالك قدر يتغلب على الأهلي في الفوز في النهائيات القارية، وركز معايا بقى، نادي الزمالك قدر يتفوق على الغريم التقليدي من حيث النهائيات القارية. ازاي الكلام دوت؟ ده كان النهائي الثالث بين الزمالك والاهلي على المستوى القاري. النهائي الاول كان عام 94 بهدف السوبر ايمن منصور، وانتهى لصالح الزمالك بنتيجة 1-0. النهائي الثاني نهائي دوري ابطال افريقيا 2020، وكسب ساعتها النادي الاهلي بنتيجة 2-1. النهائي الثالث بقى كان السوبر الافريقي، وكسب الزمالك بفضل المولى عز وجل، وكمان قدر يحقق جوزيه جوميز الفوز الثاني ليه على الاهلي من خلال 3 مواجهات. كسب مرتين، الاولى في الدور الاول للدوري النسخه الاخيره، والثانيه السوبر الافريقي، وخسر مره واحده بس الراجل اللي قدامنا على الشاشه ده، وهي طبعا مباراه السعوديه اللي كانت في نهائي كاس مصر. جوميز النهارده هو اللي عليه العين. جوميز النهارده هو اللي معاه المفتاح. جوميز النهارده هو اللي بيفوق اي لاعب داخل نادي الزمالك. جوميز النهارده بيطلع احسن ما عند كل لاعب. طيب بدايه الفتره بتاعه الاستعداد للسوبر كانت جلسة ما بين القيادة الفنية، يأتي على رأسها جوزيه جوميز ولاعبي نادي الزمالك. ايه اللي دار في الجلسة ما بين جوميز وما بين اللعيبة؟ واحنا هنا بننفرد لحضراتكم بنص الكلام اللي جوميز قاله للعيبة نصا. طبعا انتم عملتم عمل كبير جدا وحققتوا نتيجة أرضت الملايين من عشاق الزمالك في مصر والوطن العربي في السوبر الإفريقي، وكنتم الأفضل. مش بس حققتم البطولة أو استحقيتم التتويج، ولكن فزتم بالمباراة فنياً ومعنوياً وعلى كل الأصعدة. بس البطولة دي مش نهاية المطاف. أنتوا بتمثلوا نادي كبير وليه جماهيرية كبيرة جداً داخل مصر وخارج مصر، وأنتم كمان لعيبة كبيرة. طموحكم لازم يتناسب مع قيمة النادي. طموحك لازم يتناسب مع نجوميتك. النادي ما بيقفش عند بطولة. علشان كده هدفنا الفترة الحالية هو السوبر المصري. بالنص كده جوميز قال للعيبة هدفنا السوبر المصري. خلاص وقف احتفالات، ركز، صفحة واتقفلت، بطولة قارية في الدولاب اللي بعده. قال لهم عندي ثقة كبيرة جدا فيكم ان انتم تقدروا تحققوا السوبر، ومن تاني تقدروا تكونوا سبب في اسعاد الجماهير والملايين من عشاق الزمالك زي ما اسعدتوهم في السعودية. فزي ما قلنا من جوهانسبرج للرياض، هنقول من الرياض لأبو ظبي.
من السعودية للإمارات، وده إن شاء الله هيكون السلوجان بتاعنا الفترة اللي جاية، من السعودية للإمارات. نسيب الزمالك ونروح لمنتخبنا الوطني اللي بالمناسبة بدأ معسكره المغلق النهاردة استعدادا لمباراتي موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا. منتخبنا هيلاعب موريتانيا الساعة 7 مساء الجمعة بإذن المولى عز وجل في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا. بعد كده هنسافر موريتانيا علشان نلعب الماتش بتاع الجولة الرابعة يوم الثلاث 15 أكتوبر الساعة 6 مساء. طيب، قائمة المنتخب لماتشاي موريتانيا: محمد الشناوي، المهدي سليمان، عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا، تريزيجيه، مرموش، صلاح، ومصطفى فتحي، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، وأسامة فيصل. النهاردة المعسكر هيبدأ بوجود اللعيبة المحليين، والتدريب الأول هيبدأ بإذن المولى عز وجل في تمام السابعة باستاد الرعب. بكرة إن شاء الله هيكتمل المعسكر بانضمام اللعيبة المحترفين على رأسهم الأسطورة محمد صلاح. كابتن حسام حسن بطبيعة الأمر بيحب دايما يكون في جلسات مع اللعيبة، أول جلسة اتكلم فيها مع اللعيبة اللي انضموا للمعسكر، اتكلم معاهم على أهمية المرحلة اللي جاية. احنا لازم نكسب الماتشين علشان نأكد تفوقنا في تصفيات أمم إفريقيا ونحسم التأهل بدري بدري. دي رسالة العميد لرجالة المنتخب، عايزين نحسم التأهل بدري بدري. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا والفوز في الماتشين اللي جايين، ونحسم فيهم بإذن المولى عز وجل التأهل لأمم إفريقيا 2025. والحمد لله بدأنا بشكل كويس، كسبنا كاب فيردي بوتسوانا وحققنا العلامة الكاملة من أول جولتين. إن شاء الله نكمل بنفس الروح، بنفس المستوى، بنفس الحالة الفنية اللي فنشنا بيها قبل الفيفا ديت. فبالتالي كل التوفيق للعميد ولرجالة منتخب مصر. وقلت لحضراتكم في بداية كلامي إن النهاردة يوم مش عادي بالنسبة لي على المستوى الشخصي ولكل المصريين، في الذكرى 51 لحرب أكتوبر المجيدة اللي شارك فيها الشعب المصري كله، من ضمنهم نجم نجوم نادي الزمالك في الوقت ده كان الكابتن حمادة أمام واللواء صبري سراج وكمان اللواء عبد العزيز قبيل، اللي كان ليهم دور كبير في التصدي للعدو، كان ليهم دور، ومنهم طبعا عزيز قبيل علشان يتصدوا للعدو ويقدروا ان هم يدوه درس كبير. وبالمناسبه العدو في ثغره دارفور كان بقياده شارون اللي انا ما بتشرفش اقول اسمه، علشان كده تعالوا نطلع نشوف التقرير دوت مع ابطال حرب اكتوبر ودور نجوم الزمالك في الحرب، ونرجع نبدا اخبارنا. وتحيا مصر. يحتفل الشعب المصري اليوم بالذكرى 51 لانتصار حرب اكتوبر المجيد بمشاركة العديد من الرياضيين، من بينهم نجوم نادي الزمالك الذين شاركوا في النصر العظيم، على رأسهم الكابتن حمادة إمام خريج الكلية الحربية المصرية والضابط بالقوات المسلحة وأحد الضباط المشاركين في حرب أكتوبر، وكذلك اللواء صبري سراج لاعب سلة نادي الزمالك الأسبق ونائب رئيس النادي السابق وأحد أبطال حرب أكتوبر. كما يأتي على رأس نجوم الزمالك المشاركين في حرب السادس من أكتوبر اللواء عبد العزيز قابيل أحد نجوم الزمالك في الخمسينيات، كما شغل العديد من المناصب داخل النادي منها مدير عام النادي ووكيلا له، كما عين عضوا بمجلس إدارة اتحاد الكرة ثم نائبا لرئيس الاتحاد عام 2000، وتولى اللواء عبد العزيز قابيل قيادة الفرقة الرابعة المدرعة أثناء حرب أكتوبر المجيدة، وكان له دورا كبيرا في التصدي للقوات الإسرائيلية بقيادة شارون في ثغرة الدفرسوار. وقامت الفرقة الرابعة المدرعة بعمليات دفاعية وهجومية عديدة للتصدي للهجوم الإسرائيلي في الثغرة، وحققت نجاحات كبيرة وأحدثت بالعدو خسائر لم يتوقعها، لتفشل محاولات الجيش الإسرائيلي في استغلال ثغرة الدفرسوار ليثبت الجيش المصري وأبطاله قوة الجند المصري الكبيرة وننجح في استعادة الأرض بالدم والعرق.
بجد ترحيب بحضراتكم مرة تانية، وأخبارنا كالعادة من عند نادينا نادي الزمالك العظيم، ومن عند البرتغالي جوزيه جوماز اللي قاد تدريب الزمالك النهاردة استعدادا لبطولة السوبر المصري المقرر ليها في الإمارات بإذن المولى عز وجل. وجوماز فضل قيادة التمرين بعد ما كان امبارح تدريب عبارة عن حصص بدنية وتدريبات بدنية فقط. سيف الجزيري مهاجم الفريق هيسافر لبلاده بكرة إن شاء الله للانتظام في معسكر نسور قرطاج استعدادا لخوض مباراتي جزر القمر المقرر لها يومي 11 و15 أكتوبر الحالي في الفيفا ديت في تصفيات أو التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية. الجزيري كان شارك في تدريبات الزمالك امبارح بصورة طبيعية جدا استعدادا ل أو لتحضيرات السوبر المحلي اللي هتقام في الإمارات إن شاء الله. وبالمناسبة احنا كده عندنا 5 لعيبة من الفريق الأول انضموا لمعسكر المنتخب، ومعانا برضو 2 لعيبة وهم عمر فرج وسيف الدين الجزيري. نروح لفتوح، اخر اخبار فتوح ايه؟ نطمن ونطمن حضراتكم. فتوح بيخضع لبرنامج بدني، برنامج بدني وبرنامج فني خلال الفتره الحاليه عشان يتم تجهيز فتوح للمباريات اللي جايه. الجهاز الفني لفريقنا بقياده جوميز حريص على تجهيز كل اللعيبه. كل لاعب اسمه موجود في قائمه نادي الزمالك لازم يكون فت وجاهز 100%. فبالتالي طبعا فتوح من ضمن هؤلاء اللاعبين، وهيكون موجود ان شاء الله الموسم الجديد او الموسم الجديد مع نادي الزمالك. والف رحمه ونور على المتوفى، وده برضو ما ينسناش ان احنا ندعي للمتوفى وربنا يا رب يصبر اهله. وعارفين ان الحادث جلل، ولكن بدورنا الاعلامي بننقل او بنوضح الصوره كامله لجمهور الزمالك في كل حته في الدنيا. الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوزيه جوميز قرر خوض 3 مباريات ودية خلال الفترة اللي احنا بنسميها يعني بري سيزن كده على الضيق، فترة اعداد مصغرة استعدادا للموسم الجديد واستعدادا برضو لبطولة السوبر يوم 20 اكتوبر اللي جاي ان شاء الله. اتفق الجهاز الفني على مواجهة بتروجيت يوم 10 اكتوبر في بترو سبورت في تمام 11 صباحا، ثم مواجهة إيسترن كومباني يوم 13 أكتوبر إن شاء الله في ملعب النادي في 10:30 صباحا، ونفس اليوم برضو هيواجه الزمالك فريق زد في 5 مساء بملعب بترو سبورت. تقول لي إزاي هتلعب ماتشين في نفس اليوم؟ أقول لحضرتك إن كل مباراة بيكون ليها تشكيل خاص بيها، يعني ال 11 اللي هيلعبوا المباراة بتاعت الصبح غير ال 11 اللي هيلعبوا مباراة زد بتاعة آخر اليوم. غياب الخماسي أحمد سيد زيزو وشحاتة وعواد وناصر ماهر ونبيل عماد دونجا عن تدريبات الفريق الأول ده بسبب الانتظام في معسكر منتخب مصر بقيادة العميد الكابتن حسام حسن. بعد ما خلصت اخبار نادينا جه دلوقتي ميعادنا مع اخبارنا المتنوعه فنتابع. بجد ترحيب بحضراتكم، واخبارنا المتنوعه النهارده من عند الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده حسام حسن اللي هيعقد مؤتمرا صحفيا يوم 10 اكتوبر الجاري من اجل الحديث عن مباراتي موريتانيا اللي هيحتضنها استاد القاهره يوم الجمعه ان شاء الله، والمباراه الثانيه هتكون في موريتانيا. وطبعا زي ما ذكرنا لحضراتكم اتحاد الكرة وفر طيارة خاصة لنقل منتخبنا ان شاء الله. المؤتمر الصحفي هيتطرق فيه للحديث عن قائمة المنتخب واختيارات العميد واهداف الفراعنة من مباراتي موريتانيا، وكذلك الاستعداد لرحلة التصفيات ومحاولة حسم التأهل في هذا المعسكر. طبعا منتخب مصر عنده مباراتين غاية في الأهمية خلال شهر اكتوبر الجاري،
منتخب موريتانيا في الجولة الثالثة والرابعة في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني. من منتخبنا والعميد والمؤتمر الصحفي نروح مع حضراتكم لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام اللي كان حريص على الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، حيث تقدم بالتهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بهذه المناسبة. الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة نشرت منشورا قالت فيه: يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة. كمان الحساب الرسمي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أو الشركة المتحدة للرياضة عبر منصة أكس تقدمت بالتهنئة للشعب المصري وقالت: التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى 51 على انتصار أكتوبر المجيد. وكمان حساب المتحدة كتب: المتحدة للرياضة تهنئ الشعب المصري بذكرى الانتصار العظيم في حرب أكتوبر، ويا رب دايما في انتصارات ويا رب دايما في أعياد. لسه مكملين مع حضراتكم، ولكن هذه المرة من عند معسكر منتخب الشباب مواليد 2005 تحت قيادة روجيرو ميكالي. وكنا هنا بفضل المولى عز وجل من أوائل الناس اللي بتنادي على استمرار الراجل، والمعسكر هينطلق اليوم. يبحث ميكالي عن تكوين جيل جديد واعد يحمل لواء الكرة المصرية في تصفيات أمم إفريقيا وكأس العالم، وطبعا الأولمبياد هو الشغل الشاغل للراجل. معسكر المنتخب اليوم هو الأول تحت القيادة الفنية لروجيرو ميكالي اللي تولى المهمة رسميا قبيل أيام قليلة خلفا للمدير الفني السابق وائل رياض الذي تولى منصب المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2010. طبعا زي ما احنا عارفين مصر بتستضيف التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب خلال الفترة من 14 ل 26 نوفمبر المقبل في استاد السويس بمشاركة منتخبات المغرب وتونس والجزائر وليبيا إلى جانب مصر طبعا وهي الدولة المستضيفة. مجموعة قوية جدا. فاصل سريع، فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم أخبارنا فنتابع. بجد ترحيب بحضراتكم مرة ثانية. نروح لنادي ريال مدريد الإسباني اللي أعلن بشكل رسمي تمديد عقد كارفاخال، وفي الحقيقة دي لقطة إنسانية أكتر منها لقطة فنية. الراجل أصيب بالرباط الصليبي وبعد ساعات قليلة جدا من البوست اللي نشره على انستجرام ان هو أصيب بالرباط الصليبي بيطلع مسؤولي ريال مدريد عبر الموقع الرسمي عشان يعلنوا دعمهم للراجل وان هم هيجددوا او هيمددوا او هيمدوا عقد كارفاخال مع نادي ريال مدريد. وفي الحقيقة من اهم سمات ريال مدريد في الحقبة الاخيرة ان هو بيعرف ازاي يتعامل مع كل اللعيبة وعامل سكواد دلوقتي هو الأكبر والأضخم والأكبر في أوروبا. فبالتالي كانت لقطة مهمة جدا لكارفاخال من الناحية النفسية، الإصابة جات له في وقت صعب، فبالتالي مسؤولو ريال مدريد أعلنوا التجديد لكارفاخال. قبل ما نكمل بقى أخبارنا العالمية وقبل ما نستفيد مع حضراتكم فيما يخص الدوريات الأوروبية، معايا لاعب سابق ولكن بدرجة مشجع درجة ثالثة شفناه موجود مع نادي الزمالك في السعودية في المدرجات. وفي الحقيقة صلاح سليمان ده ظاهرة وظاهرة مشرفة، وأنا على المستوى الشخصي بقدره جدا وبحترمه جدا وبقول له مساء الفل عليك يا كابتن صلاح. مساء الفل عليك يا أحمد حبيبي. طبعا شكرا على الكلام الكويس ده كله، شرف ليا. وكل سنة والشعب المصري بخير ذكرى انتصارات 6 اكتوبر العظيمه. ربنا يحفظ مصر. في الحقيقه دايما التجربه بتكون مختلفه كلاعب غير اما تكون التجربه كمشجع. شفت لك صور كتير جدا على السوشيال ميديا، ووجودك في المدرج كان من الدوافع
لرجالة نادي الزمالك في الملعب، شايفين زميلهم واقف في المدرج، وواحد طبعا شرف ما بعده شرف ان واحد يكون من واقف في وسط الجمهور او واحد من ضمن جمهور الزمالك اللي هم البطل الاول وصاحب الفضل الاكبر على نادي في كل العصور. فعايز اعرف منك التجربة كانت عاملة ازاي. تمام يا احمد، تجربة كويسة، والشغف اللي جواك اللي انت عايز تحققه وتعيش الاجواء دي مع الجمهور طبعا كان حاجة بالنسبة لي كويسة. الاستقبال اللي شفته من الجمهور حاجة فرحتني، بعيد عن الناحية الفنية اللي موجودة في الماتش او التشجيع او ايا كان التفاصيل، دعمهم ليا من ساعة ما دخلت جوه مع الجمهور من الساعة 4 العصر بنحضر وموجود، كل ده طبعا من انت شخص حابب تعيش ده وعندك امل طبعا في اللعبة اللي موجودة دي. وقبل ما الماتش بيبدأ طبعا اللعبة كانت بتبقى موجودة في التسخين، انت بتنادي على صحابك و صحيح وعايز تبين لهم ان انت موجود فرحوني والكلام ده كله، الحمد لله قدروا ووفوا كل المنظومة بجد يا احمد. يعني كان عارف يا كابتن، من الحاجات الجميلة قوي اللي لازم نقف عندها معاك، بعد الماتش على طول شيكابالا قال الناس شككت فينا بس الجمهور بتاعنا صدقنا، صدقونا. فجمهور الزمالك كان مصدق فرقته وكان مصدق نفسه وكان مصدق ان رجالة النادي وال11 راجل اللي هيكونوا في الملعب على قدر المسؤولية. فبالتالي فكرة ان الجمهور صدق اللعيبة واللعيبة صدقت نفسها، ده كان ليه مفعول السحر في الحقيقة. طبعا نفسيا خلاص الدعم بتاعك الاساسي الرئيسي لكل النجاح ده كله جاي لك. صحيح. التمرين الناس موجودة بيأذروك، حاجة كويسة دافعة للعيب خلاص بالنسبة نفسيا الجمهور بتاعه معاه، وده أهم عامل في المنظومة كلها كان ناحية نفسية بالنسبة للاعب لما يشوف الجمهور في ظهره وجاي له بيثقوا فيهم. وفي مباراة كبيرة ضد النادي الأهلي كاس سوبر أفريقي، يعني مباراة مهمة جدا، فإن هو يبقى في ظهري الحاجة دي بتديني الدفعة في الملعب خلاص. صحيح. كابتن صلاح اتفضل. اتفضل يا كابتن. شيكا اتكلم، شيكا لما اتكلم مش بيتكلم اللي هو لا هم مصدقين بجد، اللعيبه مصدقه بجد، عشان احنا عندنا تيم يا جماعه. احنا مشكلتنا انت كنت السنه اللي فاتت 3-4 بيطلعوا بيلعبوا في الدوري وثلاثه تانيين بيخشوا في بطوله افريقيا. صحيح. فانت ما كنتش منتظم، مش عارف مشاكل في ايه، في الفلوس اللي اتدفعت اللي كانت قبل كده واتحلت، كل ده مش سهل. وانك تاخد بطولتين في 9 شهور يعني، وبطولتين يعني افريقيتين يعني بطوله كبيره بالنسبه لك ونجاح كابتن صلاح. انا كلاعب بص يا كابتن، يعني هي حاجه انت بتدي مثل، والمثل ده فعلا لازم يحتذى به، ان خدمه نادي الزمالك مش بتقتصر بس على وجودك في الاداره الفنيه او على وجودك كلاعب او وجودك في مجلس الاداره، خدمه نادي الزمالك حتى في موقعك كمشجع. فدي في الحياه رساله مهمه جدا، وانت تبنيت الرساله دي. اه طبعا من جواك خلاص يا احمد، انت زملكاوي بعيد، انا مش هزاد عن زملكاوي صلاح من بدري، ايفن في النادي او قبل ما اجي النادي او بعد ما سبت النادي. فانا شغف، انا ما عايز ابقى في وسط الناس، في وسط الثالثه انت بشغف وتشجيع ده بجد. صحيح. انت بتتعب اكتر من الملعب يا احمد. انت ما بتشجعش، انت سوري، انت ما بتتفرجش على الماتش، انت بتشجع بس ومش بتشجع تشجيع عادي. انا بشوف 30% الكورفة سود ووجودي في وسط جمهور الزمالك حاجه يعني ما تقلش عن مجهود اللعيبه في الملعب. انت مش بتشجع، انت بتقاتل عشان فرقتك. لا والله ده اصعب بالعظيم بجد، من غير رياء الموضوع اصعب في التشجيع، ومش بتفصل، والثالثه عندنا ما ما فيش لحظه انت بتسكت فيها. صحيح. إيه انت بقى لعيب مش لعيب، انت واقف في وسط الثالثه انت لازم تشجع. انت ممكن تشوف الجون في الاعاده من كتر ما انت بتادي دورك في الحياه بشكل فيه حماس. انا جون نصر انا حسيته قبل ما يتلعب بصراحه، الحمد لله. يعني انت قبل ما بيتلعب نصر هو بيسخن، هم كانوا زعلانين شويه، قلت لهم ده اللي هيكسبنا بجد دقيقه وربنا كرمنا. طيب التفاصيل الفنيه انت ما بتشوفها، انت صحيح. قلبك بس بتشجع. هاخدك من السعوديه اروح بيك على الامارات. تمام. مباراة نادي الزمالك في السوبر المصري والبطولة دي شايفها ازاي؟ شايفها طبعا بطولة مهمة بتأكد ان انت فرقة قوية. عندنا اسماء كبيرة، ثقة ان خلاص احنا احتفلنا الحمد لله، الناس هترجع التمرين، التركيز عندك وقت كافي انك تركز وتخش في اتموسفير الماتشات تاني، ترجع في الجو ده في التمرين بالتركيز والاصرار والتنظيم اللي انا شفته هناك. ايفن لو انت كسبان كمان بسيطرة كابتن عبد الواحد ومجلس ادارة موجودين واللعيبة الكباتن الكبار اللي في التيم، الحاجات دي بتكسبك. الناحية الفنية الزمالك قادر، يعني بالنسبة ليك انت كلعيبة
كل خط انت عندك لعبه مميزه ولاعيبه، عندك كابتن عبد الله السعيد، عندك كابتن زيزو، عندك شيكا، عندك عمر جابر، مسلوسي، حسام عبد المجيد، عواد، عندك الجزيري، ما عشان ما انساش حدونجا، ناصر ماهر، الناس دي كلها اسماء تقيله في الملعب. خلاص خدوا الثقه، صدقوا، هم مصدقين نفسهم اللعيبه، وده باين في الملعب. صحيح، اداء الزمالك بيبان من 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 اداك. خلاص انا لبست التيشيرت، عندي الثقه بنفسي، انا لعيب كبير، بس انت في نادي كبير كان ناقصنا موضوع انك يبقى عندك الروح وتقاتل على كل كوره، وده حصل في ماتش النادي الاهلي. فلو اللعيبه صدقت ان الالتزام والروح هو اللي هيجيب البطوله هنجيبها، عشان هم الناحيه الفنيه هم تقال قوي. صحيح، لعيبه كبيره يعني بصراحه. صحيح، فالثقه يبقى عندهم ثقه بنفسهم تاني وصدقوا نفسهم. شايف مباراه بيراميدز ازاي؟ بيراميدز فرقه كويسه وقويه، وبس مع احترامي برضه يا جماعه، احنا معانا اسماء كبيره ومعانا جمهور. ايفن لو بيراميدز معاه الحلول الفنيه، عنده حلول فنيه. صحيح، في الملعب، وعنده اسماء، واللي عامل الماده بيساعده ان هو يجيب بكواليتي لعيبه كويسه. انت نادي الزمالك عندك كواليتي وعندك جمهور، فهتبقى مباراه قويه، بس ان شاء الله نكسب. صحيح، جوميش بيعرف يتعامل في الماتشات الجامده، هو كوتش كويس بصراحه. هو دايما رجل المواقف الصعبه، وقدر يثبت كوتش. دوت كوتش فعلا زي ما انت قلت. هو كوتش، مش واحد بيدرب وخلاص، لا، هو عنده حاجات في التكنيكيه كده في الملعب، وحاجات فنيه، وحاجات اصلا النفسيه بره، دي حاجه اسمها كوتشنج. اي مش اي حد يبقى كوتش. صحيح. طيب، تجميعة المنتخب، وجود 5 لاعبين من نادي الزمالك، ايضا المحترفين، عندك عمر فرج وعندك سيف الجزيري بينضموا لمنتخباتهم، شايف ازاي الفيفا ديت ومعسكر المنتخب؟ طبعا الفيفا ديت هيبقى بالنسبه لمنتخب مصر ان شاء الله يكملوا، عندهم ماتشين موريتانيا في مصر وبره. صحيح. ان شاء الله نقدر نعدي بالمجموعه اللي موجوده والاسماء اللي موجوده. ما فيش قلق على منتخب مصر، بالعكس، انت تقدر تشوف ناس جديده كمان من العناصر الشابه اللي انت دخلتهم بتاع منتخب الاولمبي. جرب ودي الناس دي وخلوهم ياخدوا الثقه في نفسهم، وهم دول المستقبل قدام. صحيح. لكن انا عندي شويه تحفظ على عمر جابر بصراحه. عمر جابر من سنه لازم يكون رقم واحد في مصر، رقم واحد في ناحيه الرايت بجد. فكنت اتعشم من الكابتن ان هو يبقى عمر موجود. صحيح. وان شاء الله الفتره الجايه بقى موجود الكابتن حسام. صحيح. يشوف الظروف ويراجع نفسه تاني وياخد عمر ان شاء الله. كنا طبعا كلنا بنتمنى وجود عمر مرموش، ولكن لا خلاف على رساله الدعم للعميد الكابتن حسام حسن في اختياراته الفنيه. ولما بنقول اسم منتخب مصر ما نقدرش نقول حاجه غير تعظيم سلام. طبعا. والدعم اللي موجوده والدعم للمجموعه اللي موجوده. في الحقيقه انا بتشرف بوجودك معايا، قيمه زملكاويه مشرفه، بتحب النادي بجد من قلبك، واثبتت دوت في مواقف كتير جدا، فبتمنى لك كل التوفيق، ودايما بتشرف بوجودك معايا. صلاح سليمان واحد من نجوم نادي الزمالك، وشفنا صلاح في الحياه في المدرج حاجه، يعني انا على المستوى الشخصي اتمنى ان احنا نشوف كوادر كتير زي صلاح. ونادي الزمالك نادي الزمالك مليان يعني من ولاده. وطبعا احنا كنا بنتكلم على عمر جابر، كنا بنتمنى ان احنا نشوف عمر جابر موجود مع منتخب مصر، ولكن كلنا ثقة في اختيارات الكابتن حسام حسن. عمر جابر مفيش شك اثبت ان هو واحد من افضل اللعيبة اللي بتلعب في مركز الباك رايت خلال الفترة الاخيرة، ومش بس في مصر، ده داخل قارة افريقيا. لعيب محترم، لعيب ملتزم. كل التوفيق لعمر ان شاء الله، الموضوع ده ما يأثرش عليه، وكل التوفيق وكل الدعم للكابتن حسام حسن. فاصل، عشان من الفاصل نستقبل ضيفنا اللي هيكون بيشرفنا وينهارنا، نجم نجوم نادي الزمالك السابق كابتن احمد رزق، بعد هذا الفاصل. الخلوق المحترم كابتن احمد رزق في ضيافه اخبارنا. كابتن، بتشرف بوجود حضرتك معايا. الشرف لي يا استاذ احمد، طبعا انا موجود مع حضرتك وفي قناه نادينا العظيم. يعني كنا بنقول من جوهانسبرج للرياض، دلوقتي بنقول من الرياض لابو ظبي. ان شاء الله ان شاء الله نفرح. وانا سمعت المقدمه بتاعتك، ليه احنا فرحانين قوي؟ لا، فرحانين قوي عشان حاجات كتير، عشان فرقتنا رجعت لتيم نادي الزمالك اللي احنا نعرفه، الانتصارات ان شاء الله جايه، تحس ان في روح يا استاذ احمد مختلف عن كل المباريات اللي قبل كده. حاجه ايجابيه لمستر جوميز ان هو بيعرف يلعب النادي الاهلي في 3 لقاءات مع النادي الاهلي، حتى نهائي الكاس اللي احنا خسرناه احنا افضل في 3 مباريات، فده شيء ايجابي يحسن لمستر جوميز قدام النادي الاهلي. المباراه دي تدي دفعه قويه جدا لعيبه نادي الزمالك للامارات لابو ظبي، وان شاء الله زي ما فرحنا ونفرح ان شاء الله نفرح بالسوبر المصري، والزمالك هيستعيد مكانته الطبيعيه
وسط الانديه المصريه، لان الزمالك نادي كبير قطب من اقطاب الكره المصريه ويستحق اكتر من كده. ومع وجود اللعيبه اللي موجودين دلوقتي عايزين يحققوا حاجات كتير، يمكن الواحد يتكلم كتير على المواضيع دي. عبد الله سعيد جاي محتاج بطولات، ناصر ماهر جاي محتاج بطولات، كل لعيب انضم لنادي الزمالك محتاج يعمل يسطر تاريخ في نادي الزمالك. وشفناهم من ابرز النجوم، شفنا دونجا النهارده بيتالق وبيروح منتخب مصر، كنا اتكلمنا كتير في الحته دي. وانا بالذات كنت بتكلم عن عمر جابر وعبد الله سعيد، ليه ما يبقوش موجودين في منتخب مصر؟ لانه من افضل لعيبه في مصر كلها. عامل السن مش مقياس لعبد الله سعيد خالص، شفناه في المباراه الاخيره بيلعب 90 دقيقه واكتر، بينزل بيدافع وبيقطع الكره في الدقيقه 90. عبد الله يعني مثال للاعب المنتظم المحترف المنضبط في كل حاجه، فكان اولى كابتن حسام كان يضم منتخب مصر، حتى لو اضمه، حتى لو انت مش عايز تلعبه فترات طويله في المباراه ممكن تحتاجه في جزء من المباراه. عمر جابر احسن ظهير ايمن في مصر حاليا، كان يجب على الكابتن حسام ان هو ينضم. فدي رساله الكابتن حسام وزميل الملعب طبعا، اكيد هو اختياراته هو حر فيها، انما الواحد بيقول اللي شايفه فعلا، ان مش احنا بس كجمهور زمالك بنقول كده، جمهور مصر بيقول عمر جابر مفروض، عبد الله سعيد مفروض. صحيح، ولكن كل الدعم طبعا للكابتن حسام طبعاً. حسن، احنا بنمني نفس وجود ابناء نادي الزمالك في المنتخبات الوطنيه، ده شرف ما بعده شرف طبعاً. ولكن ده ياخدني معاك لسؤال اخر، ولاعب وقدوه واسطوره حيه داخل جدران نادي الزمالك، وهو الاباتشي شيكابالا. كيف ترى اداء شيكابالا خارج الملعب وداخل الملعب والادوار القياديه وهو يعزف منفردا في حته كده لوحده بعيد عن الناس كلها؟ شيكابالا استاذ احمد ايقونه نادي الزمالك، والكل لاعب ينتمي لنادي الزمالك بياخد شيكابالا قدوه في كل حاجه. شيكابالا بيكون داخل الملعب وخارج الملعب، وشفنا مع لعيبه الزمالك عامل ازاي، وحب لعيبه الزمالك ليه وبياخدوه مثل بيحتذوا بيه. فشيكابالا جوه الملعب قوي جدا وبره الملعب قوي جدا، فاكيد احنا مبسوطين جدا ان شيكابالا موجود في نادي الزمالك، ونتمنى وجوده سنوات وسنوات وسنوات، سواء كان لاعب او في الاداره او مطلب جماهيري طبعا. صحيح، شيكابالا مش هيخرج من نادي الزمالك، هيبقى في اي كادر بعد ما يبطل كوره، فاكيد نتمنى يساعدنا كمان وكمان، اكيد هيبقى كادر كبير في نادي الزمالك ويمسك منصب كبير ويليق بيه وبتاريخه الكبير. وهو ايقونه زي ما بقول لحضرتك، وبيدي دفعه للعيبه، بيدي كل اللعيب بيطلع الباور اللي عنده مره واثنين وثلاثه عشان حبه للزمالك اولا وحب لشيكابالا. يعني شيكابالا فعلا بيدي طاقه لكل لاعب داخل نادي الزمالك، لما بشوف التواضع بتاعه وعشقه وحبه لنادي الزمالك بيحاول ياخد جزء من عند شيكابالا يطبقه عنده هو كلاعب كوره. على مستوى الخطوط الدفاعيه، كيف ترى عوده فتوح والونش لدفاعات نادي الزمالك مره اخرى وهي على وشك خلاص يعني العوده مره اخرى ان شاء الله؟ اكيد كنا دايما استاذ احمد بنطالب ناحيه الليفت، وجالنا بنتايك طبعا اكيد بنثنى عليه في مباراه السوبر الافريقي. عوده احمد فتوح بتدي قوه لنادي الزمالك، عوده الونش طبعا بتدي قوه كبيره لدفاع نادي الزمالك. كل نجوم نادي الزمالك اللي هم كانوا بعاد الفتره السابقه لما بينضم للتشكيل الاساسي لنادي الزمالك، دي بتدي دعم وقوه اكتر لتيم نادي الزمالك، مع وجود اللاعبين المقاتلين حاليا كان حسام ولا المسلوسي في مركز المدافع، او بنتايك بالنسبه للباك ليفت وشفناه، وتالقه محمد حمدي طبعا اعاره من انبي، كل ده بيدي قوه لنادي الزمالك. وعوده عمر جابر بقى مكانه الطبيعي اللي ناحيه الباك رايت وبيتالق فيه بشكل كبير، وشفنا حتى صناعته للهدف لناصر منسي، حاجه كويسه جدا لتيم نادي الزمالك ان يبقى كل لعيب بيجيد في مركزه بيبقى موجود بديل ليه جاهز في نفس الوقت، فاكيد ده بيدي قوه لنادي الزمالك. وان شاء الله من التشكيل اللي احنا بنقوله ده او من الاسماء الكبيره لما تخش جوه تيم نادي الزمالك تزود بطولاتنا ان شاء الله. كيف ترى مواجهه بيراميدز في السوبر المصري وهو الحدث الاهم والشغل الشاغل للقياده الفنيه من حيث جوزيه جوميز وللعيبه وللجمهور؟ اكيد طبعا، اكيد مباراه قويه جدا، فريق بيراميدز فريق قوي جدا وعنده سكواد قوي جدا، انما نادي الزمالك ان شاء الله هدف البطوله، ودايما بنقول البطل بيكسب اي حد، فان شاء الله الزمالك رايح عينه على البطوله، ان شاء الله يوفقه في ماتش بيراميدز ونلعب النهائي سواء الاهلي او سيراميكا، ونحصد البطوله ونسعد ملايين من جمهور نادي الزمالك زي ما فرحنا في السوبر الافريقي. صحيح، عدم انضمام عمر جابر لمنتخب مصر الوطني، هل ده ممكن يكون بمثابه الوقود والمحرك والدافع للمزيد والمزيد من العطاءات في نادي الزمالك؟ بص يا استاذ احمد، انا ليا راي في الموضوع ده، يعني عمر جابر احنا من اول السيزون بنقول المفروض ينضم 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 وما بيحصلش، ومع ذلك عمر كل مره بيدينا درس ان ما فيش احباط، بالعكس
هو قوي جدا داخل ارضيه الملعب، بيرد بالكره بتاعته، بادائه الرجولي، بصناعته للفرص، بكل حاجه حلوه بيعملها داخل ارضيه الملعب. وزي ما بقول لحضرتك، مش راينا احنا كجمهور زمالك بس، راي كل جمهور مصر، ان عمر جابر المفروض الفتره الحاليه يبقى من الاساسيين في منتخبنا، ولكن هي رؤيه فنيه. انما عمر جابر بي 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 ما بيبصش للحاجات دي، يعني هو شايف كل الناس بتدعمه، هو مركز مع نادي الزمالك واسم نادي الزمالك الكبير، وهو كابتن من كباتن نادي الزمالك. صحيح. اكيد جوه الملعب بيبقى قائد، ونتمنى له كل التوفيق في الفتره القادمه. عهد جديد في نادي الزمالك على مستوى الروح والاداء، وعلى مستوى القياده الفنيه والاداريه، وعلى مستوى اللاعبين داخل ارض الملعب. كيف ترى الحقبه الجديده لجوزيه جوميز مع نادي الزمالك؟ ده اللي شفناه في ماتش السوبر الافريقي. الزمالك بيلعب 90 دقيقه بوتيره واحده، جري بدني كتير جدا، وما تحسش ان اللعيبه ملت او كلت داخل ارضيه الملعب، قتال على كل كره داخل ارضيه الملعب، وفي الاخر ربنا كافئك على ادائك بانجاز كبير ان انت تحرز كاس السوبر الافريقي. فاكيد يا استاذ احمد البطوله دي تدي دفع لنادي الزمالك في الفتره القادمه، لان نادي الزمالك هو في ذهنه الصوره اللي شافها في ماتش السوبر الافريقي، فمش هنتنزل عنها في السوبر المصري. صحيح. وفي الدوري العام وفي كل البطولات اللي بينافس عليها نادي الزمالك. اتفق مع حضرتك، وده يخليني اخدك لسؤال ثاني اهم، الا وهو الروح التي ظهرت على لاعبي وجمهور نادي الزمالك ومجلس ادارته، تعطي دفعه وتعطي افضليه لنادي الزمالك في المنافسه على السوبر المصري؟ اكيد، ده قدام لعيبه كلها يا استاذ احمد، ان انا النهارده مطلوب مني ان انا احقق ان شاء الله كل البطولات اللي هشارك فيها. وزي ما بقول لحضرتك، دي كانت البدايه في السوبر الافريقي. يمكن الواحد ما شافش الزمالك من فتره كبيره بيلعب 90 دقيقه بوتيره واحده. احيانا بيحصل جوه الملعب اخفاقات، ولكن هذه المباراه تحديدا سوبر افريقيا ادتنا درس ومثال لعيبه نادي الزمالك، ان هم بيأدوا برجوله من اول دقيقه لاخر دقيقه، وان هو في كل الاوقات هو عارف ان هو هيرجع للمباراه وان شاء الله يحسمها لصالحه. اثناء تعقيب حضرتك على هذه الجزئيه، معانا لقطات من تمرين نادي الزمالك، وفي الحقيقه قبيل الفقرات التدريبيه كان هناك محاضره فنيه لجوزيه جوميز يتخللها كلمات للعيبه، ولكن صوره محتاج اخد منها تعليق لحضرتك، وهي حاله الالتفاف اللي موجوده من جوميز من اللعيبه مع جوميز، واللعيبه واقفه كلها. خلي بالك البودي لانجوج بيكون مهم جدا، والسبورت سايكولوجي، عقليه اللعيبه وهي واقفه كتف بكتف وخايفين على بعض واسره واحده وعيله واحده، ده نتاج او ثمار بيحصدها جوزيه جوميز ونادي الزمالك ومجلس ادارته. طبعا انا معاك في كل حضرتك قلته ده، وانا اقول لك حاجه تحديدا كمان، مفيش مدرب بينجح الا لما كل لعيبه بتحبه، وده اللي احنا شايفينه من لعيبه نادي الزمالك مع مستر جوميز. في الفه، وتحس ان هو اب ليهم، اخ كبير بيحتوي كل لاعب، اللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش في الاحتواء بالنسبه. صحيح. الكلام بتاعه النفسي، ويشتغل على العامل النفسي. نعم. وده مهم جدا يا استاذ احمد. فطبعا طالما في حب وود بين اللعيبه، فهتلاقي الكلام ده بيترجم على ارضيه الملعب. صحيح. وده اللي شفناه زي ما حضرتك في المباراه اللي هي بتدينا درس في كل الحاجات دي كلها. واكيد زي ما حضرتك قلت ان في مستر جوميز دايما بيدي محاضرات للعيبه، وبيرفع من معنوياتهم، وبيشتغل على العمل النفسي ليهم. صحيح. وبيقول لهم انتوا لعيبه كبيره ونادي الزمالك اسم كبير، فلازم مزيد من الانتصارات، ما بقاش ان احنا النهارده عملنا مباراه كبيره ونقف عندها، لا، القادم افضل ان شاء الله. طيب، فيما يخص النواحي الفنيه، كيف ترى تشكيل نادي الزمالك الذي سيبدا به لقاء السوبر المصري؟ يعني اتوقع ان هو يبدا بنفس التشكيله اللي بدا بيها ماتش السوبر الافريقي، ونفس نوعيه اللعيبه اللي كانت موجوده ارضيه الملعب، ونفس التكتيك اللي لعب بيه، اللي هو النهارده الزمالك بيلعب بطريقه هجوميه، عايز بيخلص المباراه في اي وقت من خلال 4-2-3-1. فاكيد الزمالك هيمشي على نفس الوتيره بالنسبه للتكتيك بتاع مستر جوميز، لانه هو ناجح معاه. عنده في نص الملعب دونجا وعبد الله السعيد بيثق فيهم، واحد بيلعب 6 واحد بيلعب 8. طبعا عندنا الجناحين زيزو طبعا ممتاز، مصطفى شلبي بقى له فتره متالق، عندنا طبعا سيف الجزير في راس الحرب، عندنا ناصر ماهر، الديفنس بتاعنا عمر جابر طبعا، مسلوسي، حسام عبد المجيد، بنتايك طبعا بعد الفرصه الكبيره اللي خدها واللقاء الكبير اللي عمله، اكيد لازم يدفع بيه تاني ويديله ثقه اكتر. فاكيد اتوقع ان نفس تشكيله المباراه دي ابدا بيها في ماتش بيراميدز في السوبر المصري، الا لا قدر الله لو حصل اصابات، يعني لو حصل اصابات لا قدر الله ممكن يحصل تعديل لبعض المراكز. بدايه رائعه وظهور مميز لصفقات نادي الزمالك في السوبر الافريقي، اعتقد ان دوت هيؤتي بثماره ويلقي بظلاله على مباراه السوبر المصري. اكيد طبعا، كل واحد بينتمي لنادي الزمالك النهارده وبيلبس تيشيرت نادي الزمالك
بيتشرف بيه. شفنا مشلاك اللاعب البولندي لاعب جيد جدا، اكيد مع تكرار المباريات وخوض المباريات اكتر اكيد هنشوف مستوى اعلى من كده. عمر فرج برضو اللاعب الفلسطيني نزل برضو، يمكن هو من احد اسباب الهدف التعادل لما الكره جت في فيه بعد ما لعبها لاعب الاهلي بتعبه وراحت لعمر جابر، عمر جابر وعملها الهدف لنصر، ده اديته دفعه معنويه. وبعدين يا استاذ احمد هم شافوا جمهور نادي الزمالك عامل ازاي ورده فعل فريق نادي الزمالك جوه ارضيه الملعب، فده هيديهم باور في الفتره القادمه. اكيد محمد حمدي لما ينزل اكيد يتمنى اكيد ان هو يلعب ويمثل تشيرت نادي الزمالك، هو لعيب جيد جدا واكيد هنشوفه بشكل كويس داخل ارضيه نادي. اذا عمر فرج مشلاك بنتايج محمد قدو حمدي دول لعبوا بتكلم على لعيبه لعبت دول نقدر نقول ان هم قدموا اوراق اعتمادهم لدى جوزيه جوميز وجمهور الزمالك؟ لا طبعا هو بنتايج بالنسبه لنا قدم ورقه اعتماده 100% لان هو لعب المباراه 90 دقيقه وقام من ضمن احسن اللاعبين في الملعب نظرا انها اول مباراه وقدام النادي الاهلي. عمر فرج يمكن الفتره اللي نزل فيها يعني احنا عارفين ان هو لعيب كبير ولعيب كويس بس ما شفناش منه احسن حاجه. مش لاك باين عليه ان هو لعيب قوي جدا وانطلاقاته فيها سرعات وحاجات ايجابيه. طبعا اكيد الوقت الاكثر يا استاذ احمد لما ياخد المباراه من بدايته او ياخد جزء كبير من المباراه هتبين مهاره كل لاعب فيهم. انما الزمالك اكيد طالما استقر على اللعيبه دي اكيد هو شايف فيهم ان هم هيفيدوا نادي الزمالك في الفتره القادمه، وهم كمان يعني حته انتمائهم لنادي الزمالك حاليا كل واحد يبذل قصاره جهده عشان يبقى ليه شرف تمثيل نادي الزمالك في كل المباريات. ثبات تشكيل نادي الزمالك والهويه الفنيه فيما يخص متوسط ميدان نادي الزمالك تحسب للانسجام والحاله الرائعه بين دونجا ونصر وعبد الله؟ اكيد طبعا طبعا، ولاعيبه كبيره يعني انت النهارده بنتكلم في عبد الله سعيد، يعني كان شيكابالا حتى ليه تصريح بيقول كان نتمنى عبد الله سعيد موجود معانا من 10 15 سنه. هو انا كنت اتمنى على الاقل عبد الله يبقى من 5 6 سنين موجود في نادي الزمالك، كانت تفرق كتير في السي في بتاعه. كذلك ناصر ماهر ودونجا لعيبه لقت نفسها في نادي الزمالك، يمكن في انديتهم اللي قبل كده قدوا بشكل كويس انما جوه نادي الزمالك الموضوع مختلف، فاكيد التجانس اللي بينهم وان هم لعيبه كوره كويسه قوي فده خلى التجانس بينهم بشكل بسيط ويظهر بسرعه، واندماجهم مع نادي الزمالك من خلال الجمهور الكبير ودعم الجمهور الكبير ليهم مديهم قوه وباور داخل ارضيه الملعب، وان هم نفسهم يعملوا حاجه اكبر من كده لنادي الزمالك تحسب ليهم والسي في بتاعهم ويسعد بيه جماهير وملايين من جماهير نادي الزمالك. البعض توقع عدم نجاح تجربه عبد الله سعيد مع نادي الزمالك، ولكن هو يفاجئ الجميع ويرد في الملعب عشان يكون واحد من اهم الفرسان اللي موجودين داخل ارض الميدان ويقدم لنادي الزمالك اداء ودعم فني كبير على الصعيد الفني داخل ارض الملعب. ودي العقليه الاحترافيه الايجابيه ان انا برد داخل ارضيه الملعب وخلي اللي كان بينتقدني او بيقلل من وجودي في نادي الزمالك ان هو النهارده بيقول عبد الله سعيد اكتر من رائع داخل نادي الزمالك وحقق اللي ما حققوش في 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 بيراميدز الفتره الماضيه من خلال وجوده. زي ما بقول لحضرتك يعني راجل بيلعب الدقيقه 92 هجمه على الزمالك بيرجع بيقطعها بمجهوده الوفي، هو ده عبد الله سعيد. ما يعني ما بيقولش عندي كام سنه، لا بيقول انا ادائي في الملعب هو اللي بيرد على اي حد. ما شاء الله كمان يا كابتن فورمه وخاسس على طول في كل المناسبات تلاقيه في افضل فورمه ممكنه يعني. استاذ احمد اكتر واحد بيجري بدني عبد الله سعيد، يمكن لعيبه الزمالك قالت كده لما بنجري مثلا فتره زمنيه طويله عبد الله بيطلع رقم واحد، فده اكبر دليل ان هو لياقته البدنيه موجوده بشكل كبير جدا يعني. من الحاجات اللي ما بتظهرش على الشاشات ومن الحاجات اللي ما بتطلعش بتكون موجوده في الكواليس وهي تواجد عبد الله السعيد في تمرين نادي الزمالك قبل التمرين بساعة أو ساعتين ويمشي بعد التمرين برضو بساعة أو ساعتين. الالتزام زي ما بقول لك هذا والانضباط وحبه للكيان ده مخليه مستقر في نادي الزمالك وان هو سعيد بتواجده في نادي الزمالك وبيحاول يبذل أقصى جهد عشان يحقق إنجازات يسعد بها جماهير نادي الزمالك ويسعد نفسه ويعمل تاريخ في نادي الزمالك، لأن عبد الله نتمناه زي ما بنقول شيكابالا بعد ما بيبطل هيبقى كادر مهم جدا داخل نادي الزمالك. بس ايه الشياكه بتاعت النهارده ده يا كابتن؟ مش هيجي زيك يا استاذ احمد، ربنا يبارك فيك يا رب. عايز اخدك لجزئيه هامه اخرى وهي صفقات الزمالك، هل نادي الزمالك في احتياج لتدعيم على مستوى بعض الخطوط من وجهه نظرك؟ مش عايز اقول بعض الخطوط، هي مراكز بسيطه يعني يعني احنا كنا بنتكلم في الباك ليفت فجيب منتج دلوقتي ومعاه احمد فتوح ومعاه محمد حمدي خلاص يعني سدينا الثغره دي. كنا بنقول عايزين مدافعين، حسام موجود والمسلوسي وعوده الونش تمام.
الباك رايت محمد شحاته وعمر جابر لعبوها. وفي ثنائي شاب برضه هناقش حضرتك فيه ولكن بعد ما حضرتك تقول لي رايك. بس يمكن هي يعني ممكن الاجنحه خلاص يعني لما نشوف مشلاك بشكل كويس ولما مصطفى شلبي يحافظ على مستواه يعني الزمالك مش هيبقى محتاج حاجه غير ممكن مركز زي سته مع دونجا لان لا قدر الله دونجا النهارده لو حصل حاجه بنضطر ان احنا نجيب محمد شحاته يلعب في الحته دي لان محمد شحاته جوكر بيلعب باك رايت وبيلعب في نص الملعب والكلام ده. بس هو بيجيد اكتر في 8 اكيد طبعا لان هو عنده الحته دي لايام ما كان بيلعب في طلاع الجيش وكان بيروح وبيهدف حتى مع منتخبنا الاولمبي فاكيد نتمنى اكيد حد كويس في مركز سته مع وجود برضو راس حربه بجانب الجزيري ومع ناصر منسي دي تفرق لان الزمالك بينافس على كل البطولات استاذ احمد فمحتاج اكتر من سكواد في راس الحربه. حضرتك بتشوف ازاي تعاقد نادي الزمالك مع الثنائي ناداي وكوستا على صعيد تحت السن او الشباب يعني؟ طبعا اكيد هي رؤيه فنيه اكيد انا مش هجيب لعيب مواليد 2005 لو انا عارف ان هو هيفيدني في الفتره القادمه ويمكن احنا سمعنا في خلال لقاء الزمالك وسيراميكا 2005 وفوز الزمالك 2-0 ان كل اللي شافهم في المباراه اثنوا على ادائهم وقالوا ان الاثنين دولت هيفيدوا نادي الزمالك في الفتره القادمه فاكيد كل التوفيق ليهم واحنا مش هنجيب حد الا ما يكون هيفيد نادي الزمالك في الفتره القادمه. مباراه بيراميدز يوم 20 نادي الزمالك ان شاء الله هيسافر يوم 17. الفيفا ديت ممكن تكون فرصه لجوميز لترتيب بقى الاوضاع بعض الشيء. اكيد طبعا هو مستقر يعني احنا الحمد لله يمكن الفوز اللي حصل في السوبر الافريقي مد استقرار نفسي ومعنوي للعيبه وان هم بيقدموا تدريبات بشكل جيد جدا مع اكيد الود والحب اللي شفناه بين اللعيبه مستر جوميز فده بيساعد استاذ احمد ان هو يؤدي التدريبات بشكل قوي واكيد هو عامل فتره اعداد صغيره للعيبه ما قبل مباراه بيراميدز يعني مع وجود اللعيبه الدوليين وبعد عودتهم ان شاء الله يكون كل اللعيبه انسجمت ويؤدوا بشكل ايجابي ويروح على بيراميدز وعلى المباراه النهائيه ونحصل بالبطوله ان شاء الله ونسعد جماهير الزمالك ان شاء الله. كيف ترى انضمام 5 لاعبين من نادي الزمالك لمعسكر منتخبنا الوطني بالاضافه الى سيف الدين الجزيري وعمر فرج لمنتخب تونس ومنتخب فلسطين؟ ده شيء ايجابي جدا طبعا اكيد نادي الزمالك اسم كبير ونادي كبير واللعيبه اللي انضمت كانت تستحق طبعا وزي ما بقول لحضرتك كان بالاضافه لعمر جابر وعبد الله سعيد انا كنت اتمنى وجودهم وجود طبعا عمر فرج مع منتخب فلسطين والجزيري مع منتخب تونس ده بيقول ان نادي الزمالك فريق كبير واي لعيب ينضم لنادي الزمالك اكيد بيبقى يعني ليه اهتمام كبير من الجهاز الفني لكل المنتخبين سواء الفلسطيني او التونسي وادائهم اكيد مع نادي الزمالك اكيد هو اللي خلاهم يروح كل واحد ينضم للمنتخب بلاده وكل التوفيق لكل لاعبتنا سواء المصريين او سيف او عمر فرج بس برضه في النهايه بقول لك يا استاذ احمد انا كان نفسي عمر جابر وعبد الله سعيد واتمنى ان شاء الله نشوفهم في المعسكرات القادمه لمنتخبنا الوطني باذن الله عز وجل. فيما يخص السوبر المصري كيف ترى امكانيه نادي الزمالك ان هو يجمع ما بين السوبر المصري والسوبر الافريقي؟ اعتقد ان هي تكون بدايه موفقه جدا على الصعيد النفسي والمعنوي والمادي لنادي الزمالك في بدايه موسم. اكيد ده هيبقى شيء ايجابي يمكن احنا حققناه قبل كده لما كسبنا الترجي في السوبر الافريقي وبعد كده رحنا برضو كسبنا النادي الاهلي بضربات الجزاء في السوبر المصري. اكيد ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله لان لعيبه الزمالك على الاداء والروح اللي احنا شفناها في المباراه دي لو لعبوا بنفس الاداء وبنفس الروح يا استاذ احمد يبقى احنا مطمئنين كده من نادي الزمالك ان الزمالك هيحقق نتيجه ايجابيه اكيد النتيجه بتاعت ربنا اكيد والتوفيق بتاع ربنا انما لما ببذل كساره جهدي داخل ارضيه الملعب حتى لا قدر الله حصل اي حاجه اخفاق ولا حاجه انا كجمهور الزمالك هبقى سعيد ان انت اديت ما عليك يعني انا مباراه السوبر الافريقي دي انا قاعد يعني حتى والنتيجة 1-0 للنادي الاهلي انا مطمئن ان الزمالك هيرجع في المباراه من الحاله الفنيه واللعيبه مدياني الدافع ده ان هم عندهم روح هيعوضوا في اي وقت. لا وكمان على المستوى الفني يا كابتن احنا بنتكلم طول احداث المباراه النادي الاهلي بيلعب تحت الكوره. احنا ضاغطين طول الوقت يمكن يعني عندنا استحواذ كان اعلى من الاهلي بشكل كبير. صحيح. فنتمنى اكيد كل التوفيق لنادي الزمالك ويساعدنا زي ما ساعدنا في السوبر الافريقي يساعدنا في السوبر المصري. دايما الصوره الاخيره او المشهد الاخير بتاع التتويج ده بيكون وراه شغل وتعب ومجهود منظومه كامله. كيف ترى منظومه نادي الزمالك من حيث الاستقرار الاداري والنجاحات في فتره قليله جدا في ظل تحديات كبيره جدا؟ اكيد اي استقرار يا استاذ احمد في اي مكان بالدنيا بيدينا الناتج بتاعه. صحيح. طالما ان عندي استقرار في كل حاجه الحمد لله فهو ده المثل اللي احنا شفناه داخل ارضيه الملعب وتحقيق البطوله الغاليه السوبر الافريقي فاكيد كل الدعم لمجلس اداره نادي الزمالك وكل من هو يدير نادي الزمالك عشان ينجح وينجح نادي الزمالك
اكيد كلنا في ظهره وبنقول له مزيد من الاستقرار عشان نادي الزمالك يستحق اكتر مننا اكتر من كده. نادي الزمالك اسم كبير جدا واي واحد بينتمي لنادي الزمالك فهو في الاخر بيكسب اسم هو لنفسه مع وجوده داخل نادي الزمالك المنظومه الكبيره. فكل التوفيق لاداره نادي الزمالك في تحقيق مزيد من الانجازات ان شاء الله. كيف ترى عوده العلاقات مع كل الانديه المصريه؟ يعني ده الطبيعي بتاع نادي الزمالك. نادي الزمالك كبير واكيد اي نادي موجود داخل مصر الزمالك لما بيمد ايده لاي حد اكيد يبقى المقابل كده. لان الزمالك زي ما حضرتك هو بيدعم كل انديه مصر، يعني احنا بنشوف عندنا لاعبين احيانا ما بتكملش في نادي الزمالك فاكيد بيبقى داعم، اللاعبين دي بتدعم كل الانديه الثانيه وبيبقى في علاقات طيبه بين الزمالك وبين كل الانديه. فالزمالك طول عمره مدد ايده للانديه، وكان قبل كده يمكن النادي الاسماعيلي لما كان عنده دروب في اللاعبين نادي الزمالك عرض بعض اللاعبين على الاسماعيلي، وكذلك في انديه مختلفه سواء بيراميدز او سيراميكا او فاكيد نادي الزمالك نادي كبير، وكل الانديه اللي بتتعامل مع نادي الزمالك بتستفيد من نادي الزمالك بشكل كبير جدا. والزمالك فاتح زراعيه لكل الانديه، وده الحب والوئام بين الانديه المصريه. عشان الكره المصريه تنجح لازم يبقى في تعاون مثمر بين الانديه وبين بعضها، والزمالك لمصلحه الكره المصريه طبعا. الزمالك قطب كبير في الكره المصريه فاكيد مادد ايده لكل الانديه. كابتن، فيما يخص بقى الشكل العام اللي ظهر عليه نادي الزمالك من حيث سوشيال ميديا شفنا فيها طفره كبيره جدا، من حيث ملابس، من حيث نادي الزمالك نفسه المنشآت حصل تجديدات كتير، فبالتالي مجلس الاداره كان ليه دور ودور كبير جدا في الفترات الاخيره. اكيد، وده حاجه تليق باسم نادي الزمالك الكبير. لما بتشوف حتى اللعيبه شكلهم في الزي اللي بيلبسوه في كل سواء الرسمي او التدريب شكل حاجه يعني تسعد جماهير نادي الزمالك وتسعد حتى لعيبه نادي الزمالك وهي نازله تتمرن. اكيد كل الدعم لمجلس اداره نادي الزمالك ان هو بيحاول يحط نادي الزمالك في المكان اللي تليق باسم نادي الزمالك، فاكيد كل الدعم ليهم وكل التوفيق في الفتره القادمه. واكيد كل نجاح بيحصل اكيد في الاول والاخر بينسب للقياده اللي هي على راس هذا النجاح. طيب، فيما يخص بقى الصفقات اللي نادي الزمالك ابرمها، قال لك اعضاء مجلس الاداره المحترمين واللي احنا طبعا كلنا بندعمهم، اي صفقه بتعصلك او اي صفقه بتعطل بنوريها صور وفيديوهات لجمهور الزمالك. يعني بص حضرتك، انا بقول اي لاعب بينضم لنادي الزمالك ده شرف لنادي الزمالك. اكيد انت النهارده لما بتجيب صفقه اكيد بتجيب ما يفيد ان الصفقه دي قويه من خلال الفيديوهات بتاعت كل لاعب فيهم عشان انا اقتنع بيه كمشاهد او كمشجع لنادي الزمالك. احيانا ممكن الصوره اللي انا شفتها في الفيديوهات دي على ارض الواقع ممكن ما تتحققش بشكل سريع، يعني ممكن اللاعب ياخد وقت مع نادي الزمالك، يمكن هو النهارده الفيديوهات دي كان في يعني اكتر وقت هو متفوق فيه مع الانديه اللي لعب فيها. جوه نادي الزمالك الموضوع لسه جديد عليه، هياخد مره واثنين وثلاثه لغايه ما يوصل للمستوى اللي احنا عارفينه عنه. انما اكيد نادي الزمالك مش هيجيب لاعب النهارده الا لو عارف ان هو هيفيد نادي الزمالك، وزي ما بقول لحضرتك ده شفناه بنتائج الباك ليفت، يعني العين اللي جابته احنا بنشكرهم عليه جدا. قدم مباراه ولا اروع في مباراه السوبر الافريقي، ومش لاك شفنا كلاعيبه كوره بنشوف انطلاقاته بالكوره عامله ازاي. عمر فرج عنده كوره بس جاي في السكه، كل الخامات اللي ضمانه الزمالك، ومحمد حمدي طبعا احنا عارفينه، اكيد كنا محتاجين لكل لاعب منهم، وان شاء الله يبقى ليه دور مع نادي الزمالك في الفتره القادمه ويحقق مزيد من البطولات. اتفق مع حضرتك، ولكن خلينا نروح لموضوع حلقتنا مع جمهور الزمالك. استاذنك نشوف جمهور الزمالك بيقول ايه على موضوع الحلقه النهارده. موضوع الحلقه النهارده وهو الذكرى 51 لانتصار اكتوبر المجيد ورسالتك لنجوم الرياضه ابطال الحرب والملعب. البدايه من عند خالد احمد، مساء نصر اكتوبر العظيم على الشعب المصري، رسالتي لنجوم الرياضه والملاعب في حرب اكتوبر العظيم، بقول لهم كل التحيه والتقدير ليكم يا ابطال، والله وربنا يرحم شهدائنا من نجوم نادي الزمالك امثال اللواء قبيل والثعلب الكبير الكابتن حماده امام رحمه الله عليه. وتحياتي لحضرتك يا استاذ احمد ولضيفك الكريم نجم نادي الزمالك السابق الكابتن احمد رزق، وتحياتي لفريق العمل في برنامج اكبرنا ولقناة نادي الزمالك. بشكرك يا أستاذ خالد، شكرا جزيلا. محمد رضا بيقول مساء الخير عليك يا أحمد، ذكرى انتصار أكتوبر المجيد هي دائما مناسبة فخر للشعب المصري، ووجود أبطال رياضيين شاركوا في تلك الحرب
يعزز من قيمة إنجازاتهم على المستوى الوطني والميداني. رسالتي لهم هي أن تضحياتهم على جبهات القتال ومن ثم في الملعب أو في الملاعب ألهمت أجيالا عديدة وجعلتنا نؤمن بأن الروح القتالية والانتصار لا يأتيان فقط في المعارك بل أيضا في الرياضة. بطولتهم في كلتا الساحتين تجعلهم قدوة حقيقية. بشكرك يا أستاذ محمد. سامح عزت بيقول مساء أبيض وجميل بلون تيشيرت مدينة، مساء نصر أكتوبر المجيد على الشعب المصري، كل التحية لأبطالنا في حرب أكتوبر وشهدائنا نجوم نادي الزمالك اللواء قبيل وثعلب الزمالك كابتن حمادة أمام، ربنا يرحمهم وجميع شهداء أكتوبر. ومش غريب على نادي الزمالك يقدم أبطال ونجوم لمصر الحبيبة، عاش الزمالك وجمهور العظيم. طبعا جمهور الزمالك دايما بتلاقيه واعي، جمهور الزمالك دايما مثقف، جمهور الزمالك مطلع. فرسالتك ايه لجمهور الزمالك قبل ما اختم معاك يا كابتن؟ طبعا اعظم جمهور في في في, في الكون. انا بقول يعني دايما جمهور الزمالك اكتر جمهور يحرك اللاعب ويديله باور ويديله ثقه ويدعمه في كل الاوقات. فكل التحيه لجمهور الزمالك ودايما ورا ظهر فرقتكم، وان شاء الله فرقتكم تساعدكم في الفتره القادمه وتحقق لكم مزيد من البطولات ان شاء الله. كل انجازات نادي الزمالك لازم الجمهور يأشر عليها، لازم الجمهور يمضي عليها. رقم واحد يا استاذ احمد جمهور نادي الزمالك في الملعب. اي مباراه بنشوفها نادي الزمالك من غير جمهوره تحس ان في حاجه ناقصانا، يعني حتى احنا كمشاهدين نحس ان في حاجه ناقصانا. فمبال حضرتك بقى اللاعب داخل ارضيه الملعب. جمهور نادي الزمالك لما اللعيب بينزل كده الاقيه في المدرج، لو انا عندي قوه 100 بتبقى 200 300 في صحيح. فاكيد جمهور الزمالك نديله تعظيم سلام في كل الاوقات. وجمهور الزمالك هو الدعم الاول لنادي الزمالك، وكل اللي بيحصل ده من غيركم ما ينفعش، يعني ما ينفعش، يعني اكيد وجودكم مهم جدا. وانا اختم كلامي استاذ احمد طبعا كل التحيه والتقدير لشهداء حرب اكتوبر. صحيح. ويمكن الاسمين اللي حضرتك ذكرتهم كابتن حمادة امام رحمه الله عليه هو اللي جاب نادي الزمالك. فعلا؟ فطبعا الله يرحمه وربنا يجعل الجنه مأواه ان شاء الله. انا شايف يا كابتن دموع في عينيك. اللواء عبد العزيز قبيل بتربطك علاقه قويه بكابتن حماده. كابتن حماده هو اللي جابني نادي الزمالك وكان مصر ان انا ابقى موجود وهو راهن عليا، والحمد لله انا كنت قد الرهان ده وان انا اثبتت نفسي في الفتره انا قعدت فيها في نادي الزمالك. ده بالنسبه للكابتن حماده. كابتن حماده امام في الحياه كابتن يعني هو مش بس مقاتل، واحد من ابطال حرب اكتوبر، واحد من نجوم نادي الزمالك، هو انسان لا يختلف عليه اثنين في الدنيا خالص خالص. يعني انا خلال برنامج حضرتك بدعي له ان شاء الله يكون الجنه مأواه طبعا ان شاء الله، على قد اللي عمله والخير اللي عمله في حياته الله يرحمه يجعل مأواه الجنه. بالنسبه للواء عبد العزيز قبيل برضه انا اتشرفت بيه، كان مشرف عام ومدير الكوره في الوقت اللي انا لعبت فيه نادي الزمالك. فيمكن الاسمين دول بالذات تحديدا طبعا كانوا من نسور حرب اكتوبر، فربنا يرحمهم ويجعل الجنه مأواهم. وخص بالذكر طبعا كابتن حمد امام ربنا يرحمه ويجازيه على كل الخير اللي عمله مع كل لعيبه مصر اللي انضمت لنادي الزمالك. نادي الزمالك دايما ولاد ومليء بالابطال على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الرياضي. والرياضه مش بس بتكون داخل ارض الملعب، لا الرياضه دي رساله. اكيد يا استاذ احمد، واللي احنا اتعلمنا منهم القامات الكبيره دي هي هو ده. ان انت تأدي رسالتك داخل وخارج الملعب بشكل حسن، بشكل يخليك انت منتمي لنادي الزمالك، لان نادي الزمالك بيحتوي كل ولاده، فكل الاماني ليهم الجنه تبقى مأواهم ويا رب يرحمهم جميعا. في الحقيقة كابتن قيمة محترمة مثقفة، دايما على خلق، دايما تصريحاتك متزنة، دايما بنتشرف وبنتبسط بوجود حضرتك معانا في قناة الزمالك. الشرف لي يا استاذ احمد، وعلى فكرة والله كل ما باجي نادي الزمالك او قناة نادي الزمالك انا كنت موجود في النادي من 4 ايام، فسعدت جدا بلقاء الزملاء كابتن حسين السيد وكابتن بدر حامد، وقابلوني مقابلة كويسة قوي. ولما باجي قناة نادي الزمالك كمان تحديدا مش عارف النشوه اللي بتبقى عندي قبل ما باجي، يعني اكني يوم عيد عندي بجد والله. والله دي حقيقه فعلا والله. معانا يا كابتن وبتشرف باي حلقه حضرتك بتنورنا فيها. انا بشكرك وبشكر كل فريق الاعداد على المقابله والحفاوه والاستقبال. شكرا. شهداء اكتوبر دمكم امانه، وان شاء الله دايما قد الامانه. السلام عليكم.